السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبتي طلبة الصف الأول الأساسي، معكم المعلمة فرح أبو شنار من مدارس ورياض المحمدية. اليوم سنتابع في مادة اللغة العربية ونتعرف على حرف جديد، ثم سننتقل إلى حل تدريبات الكتاب إضافة إلى ورقة العمل الخاصة بالحرف. هل أنتم مستعدون؟ بالتأكيد، هيا ننطلق. والآن أحبتي هيا بنا لنزور عالم الحكايات، لنستمع إلى حكاية جميلة تحمل لنا حرفا جديد. كان ضياء وأخته ضحى يلعبان في حديقة جميلة فيها حوض ماء صغير. فجأة شاهدا ضفدعا أخضر جميلة يقفز على العشب بخفة، فحاولا إمساكه ليلعبا معه فلم ينجحا. تي تي تي. سأل الطفلان أمهما والضيق باد عليهما، لما يهرب الضفدع منا يا أمي ولا يلعب معنا؟ كنا سنأخذه ضيفا إلى بيتنا. أجابت الأم: الضفادع لا تعيش في البيوت بل تعيش قرب المياه حيث تضع بيضها. فهم ضياء وضحى لما كان الضفدع يهرب منهما، ومضيا يقضيان وقتا ممتعا في الحديقة. هل أعجبتكم يا أحبائي هذه القصة الجميلة؟ بعدما استمعنا إليها دعونا نشاهد بعضا من الكلمات التي وردت فيها. ضحى، ضفدع، أخضر، حوض، بيض. هذه الكلمات التي وردت في القصة. ونحن في البداية قلنا سنزور عالم الحكايات لنتعرف على حرف جديد. برأيكم ضحى، ضفدع، أخضر، بيض، حوض، ما هو ضيفنا لليوم؟ هيا هيا فكر فكر، هيا هيا فكر فكر. أحسنتم، إنه حرف الضاد. ضاد، إض، ضاد، إض، ضاد، إض. ها هو حرفنا الجميل. ولغتنا العربية سميت لغة الضاد، لماذا يا ترى سميت بلغة الضاد؟ ابحث عن الإجابة وارسلها إلى المعلمة. إذن ضيفنا لليوم وحرفنا الجديد هو حرف الضاد، إض. أنا ضيفكم لليوم، هل تعرفون ما هو اسمي وصوتي؟ نعم، أبطال الأول مميزون وسيجيبون على هذا السؤال. اسمه ضاد وصوته إض، إض. اسمه ضاد وصوته إض، إض. والآن يا أحبائي دعونا نتعرف على أشكال الضاد. ماذا نشاهد في الصورة الأولى؟ رائع، إنه ضفدع، ضفدع. والصورة الثانية كرة، أحسنتم، وأيضا رائع، مضرب، مضرب.
والسورة الثالثة بيضن، بيضن. يا أول يا مميزين، من أين نحصل على البيض؟ من أين نحصل على البيض؟ والسورة الأخيرة، إنه شخص مريض، مريض. حسنا، هيا بنا نقرأ الكلمات منتبهين إلى صوت الض. هيا نبدأ. ضفدع، ضفدع. أين ورد حرف الضاد؟ رائع، في بداية الكلمة. مضرب، مضرب. مميزون، في وسط الكلمة. وبيض، مريض. أحسنتم، في نهاية الكلمة. وما حالة الإض؟ رائع، إنه متصل. حسنا يا أحبائي، من خلال هذه الكلمات من يتوصل كم شكلا لحرف الضاد؟ إض. كم شكلا لحرف الضاد؟ إض. هيا نفكر. رائع، له شكلان في البداية، أحسنتم، وفي النهاية. وفي النهاية يأتي إما منفصل مثل كلمة حوض، وإما متصل مثل كلمة بيض ومريض. للغة العربية نشدو ونغني أحلى الألحان، هيا نقرأ بالعربية والكل حروف ذهبية، حرفا نقرأ حرفا نكتب ونلون حرفا فنان، دان 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 دان، فلنقرأ في كل مكان، للغة العربية نشدو ونغني أحلى الألحان. الضاد مع الفتحة ض، ض ض ض ض، الضاد مع الضمة ضو، ضو 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 ضو، الضاد مع الكسرة ضي، ضي 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 ضي، والضاد مع الساكن ض، ض ض ض. الضاد المفتوحة ضبع، ض ض ض ضبع، ضاد مضمومة ضباط، ضو ضباط. الضاد المكسورة ضفدع، ضي 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 ضفدع، الضاد الساكنة مضرب، ضق 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 مضرب. دان 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 دان، فلنقرأ في كل مكان، للغة العربية نشدو ونغني أحلى الألحان، للغة العربية نشدو ونغني. والآن هيا بنا لنتعرف على حرف الإض مع حروف المد ونستمع جيدا. ضا، ضا. ومثال عليها كلمة نضال، نضال. ضو، ضو. حضور، حضور. ضي، ضي. قاضي، قاضي. مميز وأنتم مميزون، لأنكم تستطيعون التمييز بين صوت هذه الكلمات. هيا بنا نقرأ. طائرة، طا. ضفدع، ض، ض. دائرة، دا، دا. والآن يا أحبائي المميزون، يجب أن نميز
عند قراءة الكلمات بين صوت الطاء الط وبين صوت الضاد اد 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 وبين صوت الدال اد اد اد. في الكلمة الأولى ورد الطاء اط اط مثل كلمة طائرة طبيب. الكلمة الثانية حرف الضاد اض 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 ضفدع ومثل كلمة ممرضة. والكلمة الأخيرة حرف الدال اد 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 دائرة. هل يجوز أن أقول طائرة أستبدلها بحرف الإض دائرة؟ لا يجوز، فهنا لدينا الدال رقيقة دائرة دائرة ضفدع ضفدع طائرة طائرة. والآن ما رأيكم أن نقرأ هذه الكلمات لنميز أكثر بين أصوات الحروف؟ هيا نقرأ الكلمة الأولى ديك ديك إد إد. الكلمة المقابلة لها ضيق ضيق إض إض. ننتقل إلى الكلمة الثانية درب درب ضرب ضرب. ردود 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 ردود. هل لاحظتم الصوت كيف يختلف؟ هيا ننتقل إلى الكلمة الأخيرة ونميز بين صوت الدال وصوت الضاد. دروس دروس ضروس ضروس. فالكلمات تختلف في الصوت وفي المعنى. والآن أحبائي هيا نقرأ بمهارة عالية هذه الجمل. ضحى ممرضة نشيطة. تعاون الضياء وإكرام معا. نضال ضابط نشيط. والآن هيا لنتعلم كيف نكتب حرف الإض بصورته الصحيحة. ونلاحظ أنه يوجد سن صغير. نخرج كتاب اللغة العربية ونفتح صفحة 52 لنقوم بحل تدريبات الكتاب المدرسي. أجرد حرف الضاد أض. ننتقل إلى شكل الضاد في بداية الكلمة وسنقوم بكتابة كلمة ضياء أسفلها ثم الضاد أض في نهاية الكلمة ونكتب كلمة حوض حوض ثم نقوم بالتسطير بخط مستقيم أسفل صورة ضرس ونكتب كلمة ضرس غيبا. ننتقل إلى التدريب الأول. أنطق أض أض ض ض ضو ضو ضي ضي ضا ضو ضي. ثم التدريب الثاني أردد الكلمات منتبها إلى صوت الإض إض. هيا نقرأ ضابط أخضر أخضر أرض. أضع دائرة حول الضاد ثم ننتقل إلى صفحة 53. التدريب الرابع نضع دائرة حول الكلمات التي تحوي حرف الضاد ثم نحلل الكلمات وفي التدريب السادس نركب من المقاطع كلمات.
ثم نقرأ الجملتان في أسفل الصفحة. ثم نقوم بتمرير القلم فوق أشكال الإض، ثم تلوينها بألوان جميلة، ثم الانتقال إلى التدريب الثاني. أملأ الفراغ بالشكل المناسب، ثم ألفظ، وأخيراً أكتب بخط جميل. عند الانتهاء أغلق كتاب اللغة العربية وأخرج ورقة العمل الخاصة بهذا الحرف وأقوم بحلها. إلى اللقاء، ألقاكم في مهارة اللام الشمسية والقمرية، ودمتم بخير.